أخطر خدعة بصرية ستجعل يدك تذوب أمامك مباشرة. كل ما عليك فعله هو التحديق في النقطة الحمراء في منتصف الشاشة لبضع ثوان، ثم سأخبرك متى تنظر إلى يديك. استمر في التحديق ولا تنظر بعيداً أبداً. الآن يتم خداع عينيك، وعندما تنظر إلى يدك ستبدو وكأنها تذوب. أنت على وشك الوصول في غضون 3 ثوان. 3، 2، 1. الآن قم بالنظر إلى يدك، ولا يسمح لك بالاشتراك إلا إذا كانت الخدعة تعمل لديك.